الأثير والخيال. أدي أول كلمتين على جنب. تقدر تمسك خيالك؟ لا. تقدر تمسك خيال واحد؟ لا. أنت مش الخيال اللي على الأرض، خيال الأرض ده اسمه ظل. خيالك اللي جوه عينيك، هذا القلب لما تقفل عينيك ده اسمه قلب. طهر قلبك هتوصل للسماء وانت مغمض عينيك. انا ليه فقير؟ عشان انا بستعمل مصطلحات الفقر. ليه على طول جعان؟ عشان انا بستخدم مصطلحات الجوع. مش طالبة يعني ذكاء. قال لك عشان تبقى غني بصحة جيدة لازم اوصل لمراتب السماء الاول واحطها علامات جوه قلبي واؤمن بيها واعتقد فيها عشان الظاهر يتحقق. وعشان الظاهر يتحقق لازم اؤمن ان في قوة جبارة جبارة كبيرة سميناها الله، سميناها الحياة، سميناها المصدر، الخالق. مصطلحات القرآن كتيرة جدا، مصطلحات العصر أكتر، بس عايزك ما تتلخبطش. عايزك ناخد خبرة النصوص المقدسة من إنجيل و وقرآن و... وأسفار و... وتلمود و... وبوزة و... والحضارات اللي فاتت ديت. أي حد ناجح في حياته اشتغل على حتة الإيمان دي، الإيمان إن أنا أقدر أستعمل مادة الحياة ديت. لما ربنا قالك أنا خلقتك على صورتي، وربنا قال أنت خليفتي في الأرض، وربنا قال أنا موجود جوه كل واحد فيكم، ولما قال أنا نفخت فيه من روحي، أنا كل الأسئلة دي لعبت في عقلي وقلبي. أحكي لك إن أنا كنت إيه زمان في 3-4 كلمات، من الجامع للبيت ومن البيت للجامع ومن شغلي للبتاع والحرامات عندي كتيرة جدا والمحرمات عندي كتيرة جدا. والنصح الأمين إني لك ناصح أمين، وعلى طول عمال أنصح الناس أنصح الناس أنصح الناس. إيه الشخصية دي؟ إيش؟ ومش هو بصراحة سعادة مؤقتة. حاسس إن أنا بقلد الشيوخ، بقلد القساوسة، بقلد. أنا فين من ده؟ انا نفسي فين يا جدعان؟ طب انا ليه الحركات دي؟ ولما اشوف صلوات تانية سكون تام عشان اعرف اتكلم واستمع كويس. ليه الحركات دي يعني؟ اللي جات منين دي؟ تيجي تسأل يقول لك تواتر. صح، هي تواتر فعلا وحركات فعلا، بس الحركات دي يعني ما مش رياضة يا معلم. رياضة يا سيدي، حاضر عيني، والجسم السليم في العقل السليم والكلام ده كله. بس في أكتر من كده، في أكتر من كده. أنا ليه يعني ما ليه 5 بالذات وليه 17 وليه نوافل وليه الحركات دي؟ قال لك إذا كنت تعبان صلي على جنبك. طب صلي وأنت نايم، صلي وأنت قاعد، صلي وأنت واقف. إذا الصلاة، إذن الصلاة مهمة. طيب أنا مش عاجبني الحركات ديت يعني، أنا راجل نظيف، أنا إيه اللي يخليني راح أتوضى كل شوية كده؟ أنا أصلا نظيف. قال لك نور على نور. طب نور على نور دوت، النور دوت فوتونات. النور وطاقة ديت أصل الحياة في الأكوان كلها.
لما تيجي تقرا وتسمع تجارب الاقتراب من الموت وتجارب الناس اللي ماتت ورجعت، ولما تقرا الكتب الموجوده وحلقات التنويم المغناطيسي الريجريشن دوت، وتقرا وتقرا وتسمع وتسمع وتقعد مع نفسك وتلاقي من كتر الهياج اللي انت فيه دوت، انا عايز اتشبس اللي انا فيه دوت. صح، عايز حد يقول لي لا 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 لا، مش هادي الحياة، مش ده الطريق الصح، مش ده الصراط المستقيم، لا لا لا، انت عايز حد يقول لي مش القرآن، يعني الصلوات ديت مش هو ده الدين. واحد دلوقتي هيطلع لي بيقول لي انت هتقول ما تصليش، يا سيدنا صلي زي ما انت عايز تصلي. انا بتكلم ليه الحركات وليه الإجبار وليه كذا وليه كذا وليه كذا. فلما ابتديت مع نفسي بقى بعد القراءات والمعرفة الزيادة ديت، قرأت الفلاسفة كتيرة وقرأت القرآن 60-70-80 مرة، لغاية ما ابتديت أتعلم. أنا بتكلم لغة عربية، إذن لازم أتعلم الصوت والرسم والحرف، وده شكله ايه هنا وشكله ايه في الانجليزي وشكله ايه في اليوناني وشكله ايه في الصيني، والصوت ده بيرمز لايه، والحروف العربيه بترمز لايه، لغايه ما مسكت القران ولقيت كتب زي سبوت النيلي، ابتديت اقراها مره واثنين وثلاثه، وابتديت اطبق وبديت اعمل، وبديت استعين باصدقاء من المغرب ومن الجزائر ومن، يعني مش عايز اعمل اعلان بس الله وكيل، يعني ناس اساتذه في الحرف وبيقدروا يرتلوا ويجيبوا الايه اللي تثبت معنى الحرف دوت. اقتبست منهم مقالات وحطيتها على قناه بمعاني كتيره جدا، وكل ده برضه اداني احساس ان انا خلاص العقل هو الأهم عندي دلوقتي. إذن هتعامل إنجليزي مع الناس، اللي مصري عارف يعني كلمة إنجليزي مع الناس، واحد زي واحد بيساوي اتنين، ماليش دعوة بيك تصلي ما تصليش، مش مشكلة. أنا بالنسبة لي أنا اللي يهمني إن أنا أرضي سعادة عقلي، تمام، والمنطق العقلي اللي قدامي هو العقل كده، ما بي لازم عشان تقنع عقلك لازم أديله الأسباب، أسباب ورا سبب ورا سبب ورا سبب ورا سبب لغاية ما وصلوا للنتيجة. بس برضو رغم كل ده، رغم المقالات اللي أنا كنت بكتبها على المنصات، ورغم كده عينان في سعادة ماشي، بس سعادة كانت بتهرب، برضو كانت بتهرب مني، مش عشان مشاكل الحياة، لا لا لا، انا كنت بصر ان انا لازم اكون في المود ده. الا بعد ما ابتديت اقرا خلاصه حكمه السنين والرموز دي عباره عن ايه، ورموز القران دي عباره عن ايه، والحيوانات في القران عباره عن ايه، ابتديت افهم ان كل النصوص المقدسه اللي في الدنيا بتدي رساله واحده. الاهبل اللي بيقول لك ده مسيحي وده مسلم، يلا بقى خدها في وشك، وفاكر ده انفصال، انفصال في عقلك انت، ويعني اللي فاكر نفسه مسيحي اهبل، بيقول لك اللي طالع يقول لك القران بيقول على مريم ايه وانتوا فسروا لي الايه دي ايه، ولا المسلم بيروح يقول لي الانجيل انت ازاي تؤمن مش عارف ايه، انتوا الاثنين هبل هو بصراحة، يعني انت ولا عارف يعني ايه انجيل، ولا انت عارف يعني ايه قرآن، والاتنين بيخبطوا في بعض وبيعملوا فتنة، الاتنين في البلالة. طبعا زعلان جدا عن اللي بيحصل، اللي طالع يقول لك مش عارف ايه وسورة مريم وسورة بتاع المسيح، انت يا ابني انت اصلا بتتكلم غلط، انت اصلا مش فاهم انجيلك، انت اصلا مش فاهمه ولا المسلم فاهمه، عمال يردد يعني ما تزعلوش مني بقى يا الله كردة معتقدات، انت لا يعني طلاسم على قلبك، انت
الله وكيلك يا شيخ يا اللي انت بتقول على نفسك مسيحي. انت بنت شفت الوعي المسيحي ده في دماغك كلمك؟ طب انا بيكلمني يا سيدي وانا مسلم، وانا بقول على نفسي مسلم، وبقول على نفسي مسيحي، بقول على نفسي يهودي، وبقول على نفسي بوذي، بقول على نفسي كل شيء. انا كائن كوني كلي، لا انفصال عندي ولا بيفرق عندي ابيض من اسود ولا ده ولا ده. انا كل اللي عايز اعمله لك ان عايز ارجعك لنفسك، رجعك لنفسك الحقيقيه، للذات العليا بتاعتك. اللي بعمله ده كله عشان ارجعك لنفسك. انا اول ما رجعت لنفسي وابتديت اتكلم مع ربي ويرد عليا، انت بتعرفش جلدي اشعر، مش خوف من هول الموقف والقدسية اللي انا فيها. انت اللي بتقول لنفسك مسيحي قعدت كده وربك كلمك؟ ها انت بتقول لي المسيح اله يا سيدي؟ انت اصلا مش فاهم، انت متعرفش يعني ايه كلمة اله، انت متعرفش يعني ايه كلمة اله، ولا مادة الاله ايه وخلق الناس دي ازاي، ولا تعرف اي حاجة في اي حاجة، ولا طيبيات، انت ولا تفهم اي شيء في اي شيء. فانت رايح في حتة انتوا مش هنا اصلا، انتوا مش هنا خالص، انتوا مش هنا خالص. اللي فاكر نفسه اتعلم كلمتين بصراحه كده يعني، وبياخد دروس في الجامع، وبياخد دروس في الكنيسه، وحافظ الانجيل عن ظهر قلب، وبيقلد والشيخ الفلاني. انت واخد من بشر يا ابني، انت واخد من بشر زيك. لا اصل هم بيقولوا الحقيقه عن طب انت ما بتقولش الحقيقه ليه؟ طب انت جربت الانجيل كله على نفسك؟ جربت كل ما قصص القران على نفسك؟ طب انت فاهم انت بتقول ايه الحكمه منها؟ نفس الكلام عن المسلم، انت فاهم مين مريم ولا مين عيسى ولا مين محمد ولا موسى ده مين؟ وان كنت فاكر ان القران مرتبط بسيره تاريخيه، ولا الانجيل مرتبط بسيره تاريخيه، ولا بوذا مرتبط بسيره تاريخيه، يبقى انت وقعت في مطب مش هتخرج منه ابدا. اخونا سيد القمني قاعد يحارب على السير التاريخيه ويناقض المنطق بالمنطق، وان ده بيقول كذا وده، بيناقشهم بالمنطق التاريخي، وده اصلا مش في القران اصلا. انت هتقول لي القران ما حصلش؟ يا عم القران حصل، مش مرتبط باحداث خالص. غزوه بدر غزوه بينك وبين نفسك، احد نفس الكلام، الخندق نفس الكلام، بينك وبين الحرب بينك وبين نفسك، الانجيل نفس الكلام، قبض الحياه مش يعني روحي ومادي، الميه ميه السماء قبل ما تبقى ميه اللي انت قدامك ديت. لما بقول لك روح اتوضى، اتوضى بميه السماء، انت ما بتعرفش الميه، انت في بلوكات عندك، انت في حواجز فقرة عندك، حواجز معتقدات عندك، ما فيش ميه السماء مش هتنزلك. انت ما تسالش مني قرده قرده، انا مش بهاجم والله، بس انا بفوقك، انا ولا ناصح ولا عايزك يعني تعمل اي حاجه. على الله ممكن الكلمه دي ترن في قلبك وتقعد مع نفسك وتفهم يعني ايه الحكمه من كل ايات القران ولا الانجيل ولا بوذا. اقرا اقرا واقرا، والاهم من كده انك تقعد مع نفسك واسال، هتتجاوب. سر على السؤال، سر انك تصلي صح وتتكلم صح، ومش حركات ولا الكلام ده كله. انت تصلي مليون صلاه في اليوم، مليون صلاة تصليها في اليوم، ومش حركات، ولا تروح جامع، ولا محتاج تروح في جامع، ولا انت اهم حاجة انك تسكن. اسكن، مش تسكن في بيت، اسكن، اسكت، اصمت، غمض صرصرة العقلك ديت، وكل معتقداتك حطها على جنب، اكتبها وحطها على جنب، حطها في صندوق مربع كده، ها مربع اسود كده، مربع على جنب كده خلاص. وقول فوات امر الله والملائكة والمرشديني هم اللي، وانت مش عارف يعني كلمة مرشديني؟ القرآن ما قالكش كلمة مرشديني يعني دول ايه؟ ما تعرفش دول الملائكة دول ايه اللي بيسجدوا ليك كل شوية ويتمنوا كلمة منك تشكرهم وتسألهم يعملوا لك الطلب الفلاني؟ انت مش حاسس الكلام ده خالص؟ مش فاهمه؟ يا بتاع القرآن؟ يا بتاع الإنجيل؟ وإسراء يطلع من هنا لهناك؟ انتوا فين؟ انت واعش، انت واعش. عايز يكون واعي الا اهلا وسهلا، عايز يبقى واعي القطيع اهلا وسهلا، عايز تسمع من
فاكر ان انت عقلك البشري دوت هو الصح؟ امشي يا حبيبي. ايه نجاك شويه عملت اللي في نفسك فيه؟ ولا همك مصلحه الناس ايه؟ ما فيش سعاده ولا حب ولا جمال في اللي انت بتعمله بعقلك البشري الا اذا استخدمته من منطق الهي. اللي انا بعمله عايز يتعمل فيا بالادب وبالذوق كده، ولا بقى في ولا قتل ولا زنا ولا الكلام ده كله. الحرب حرب كلها جواك، والزنا بيبقى داخلي انت. ما مش هوديك للجنس دلوقتي خالص، ولا العلاقات بين الرجل والمرأة خلاص. انا ولا حلل ولا حرم، ربنا الحلال كله، الله الحلال كله. الفرق الوحيد ان انا ما اذيش اللي كان اللي قدامي، ماليش دعوه بيفكر بايه بيعمل ايه ده، انما اديله سعاده وحب وجمال وثقه بس. هو ده، امشي في الشارع امشي كده اطمن الناس او اعدلهم سعاده مليون موقف، مليون طريقه ومليون امل ومليون مساعده، مش شرط بالمال.